يا صباح الخير على كيف القهوة في كل مكان. دي قناة نبيل العرب ومعاكم القهوجي. هنعمل النهاردة حاجة بسيطة كده ليها علاقة بالموكابوت. الموكابوت طبعا اتكلمنا عنه كتير جدا، وناس كتير قوي عندها موكابوت وبتحب بتستخدمه حتى لو عندها اسبريسو ماشين. بس في مشكلة ساعات بتحصل في الموكابوت، ان الموكابوت يبدأ يطرطش، يعني تلاقي ان البروينج بتاعه القهوة اللي خارجة مش خارجة انسيابية بتنزل، لا هي خارجة بتطرطش في كل مكان. ده بيبقى مشكلته حاجة من ثلاثة: يا إما أنت معلي النار قوي، يا إما أنت كابس البن، يعني بعد ما حطيت البن في الباسكت كبسته سواء بصوابعك أو بحاجة، وده غلط، المفروض البن ما يتكبسش. يا إما الحاجة التالتة بقى، هنا في الموكابوت من جوه بيبقى فيه جلدة جوان. الجوان ده مع الوقت بيبدأ إن هو يبوظ أو يفوت، أو لو أنت مثلا في مرة نسيت وحطيت الموكابوت على النار من غير ما تحط مية، فممكن الجوان ده يسيح شوية أو يبوظ. اللي بيحصل ان الجوان ده هو اللي بيحافظ على الضغط، علشان الميه او البخار ما يتسربش بره اكتر من الضغط الطبيعي، او يعني الضغط يبقى اقل من الضغط الطبيعي بتاعه. طيب الجوان ده انت ممكن تقعد تدور عليه ما تلاقيهوش، وتضطر تطلبه من امازون وبيبقى ثمنه غالي وكده. في طريقه تانية ممكن تجيب بيها الجوان ده، وطريقه سهله جدا. انا هتكلم دلوقتي عن الموكابوت الكوبين، تمام؟ الكوبين والثلاث اكواب برده ساعات بيمشي معاها الموضوع ده وساعات لا، بس هو تحديدا الكوبين. هتجيب جلدة فلتر مية اللي هو تانك. الفلتر التانك لما بتيجي تغير الشمع بتاعه بيبقى تحت كل شمعة فيه جلدة زي دي. الجلدة دي ما ترميهاش، خد الجلدة دي وافتح الموكابوت وتعالى هنا، شايفين الجلدة دي، وبسكينة او بمعلقة او لو هي ينفع تطلع حاول تطلعها كده بايديك من مكانها، بس حاول ما تقطعهاش، حتى لو اتقطعت بسكينه وابدا نظفها. بعد ما تعمل كده هتلاقي في مصفه اهي خرجت. المصفه دي طبعا كانت مزنوقه هنا جوه بقى لها فتره، مش عارف انت تنظف حتى مكانها. خلاص انت كده شلت كل الجلد، هي محتاجة سكينة أو حاجة. خلاص أنت كده شلت كل الجلد، نظف هنا كويس جدا، وبعدين هات المصفى نظفها وركبها، وهات الجلدة بتاعت الفلتر وركبها هنا. هتلاقي إن هي قطرها قد قطر الموكابوت بالظبط بالملي، بس هي أتخن من الجلدة دي، في فرق ما بينهم. هتجيب قطر أو سكينة وتبدأ تمشي بالراحة، تعمل دايرة كده من جوه وتقطعها وتشيلها، وبعد كده تركب الموكابوت بتاعك. خلاص هو كده رجع أحسن من الأول، الضغط بتاعه اتظبط. وطي النار شوية، حط بن لآخر الباسكت مش أكتر، وما تكبسوش. حط المية لحد البلف ده من جوه، واشرب إن شاء الله قهوة مظبوطة ما فيهاش أي مشاكل. لو في أي حد عمل ده والموضوع ما نجحش معاه أو ليه أي استفسار قولوا لي يا جماعة في الكومنتات. وشكرا جدا على وقتكم. لو أنت على الفيسبوك اعمل لايك وشير، ولو أنت على يوتيوب اعمل سبسكرايب، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. سلام عليكم.